ومن الطرافة واحد بعت لشيخ زي برضو الاخوة كده قال له عايز واحدة حلوة جدا وثرية جدا. فلما الشيخ قرى الكلام ده عمله في بيت شعر كده بقوله على طول انا في جلسات النكاح يعني. بيقول بعث امرؤ لأبي عزيزة، الشيخ اسمه أبو عزيزة، بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك حليلة، زوجة يعني، شقراء معروف لديكم أصلها وعزيزة وأريبة ورصينة في عقلها وتكون ذا مال وفير تعطيه من بعد الزواج لبعلها وتطيعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه شيخ وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها.